الحقيقة دايماً المصريين مبهرين ومشرفين في الخارج، وبيكونوا بمثابة نماذج مضيئة بتمثل مصر في كل مناحي الحياة بصراحة، وبصورة مشرفة واستثنائية. النهاردة في صباح الخير يا مصر هنقدم لكم ياسمين أمين. هي أول مدربة مصرية وعربية بتفوز بجائزة مدرب العام لأولمبياد ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم في الولايات المتحدة الأمريكية. ياسمين حققت نجاحات كبيرة بعد ما قدرت اللي هي تحرز نتائج مبهرة مع فريقها. خلونا نتعرف أكتر ونقرب من الصورة أكتر من خلال انضمام ياسمين معانا عبر تقنية زوم. صباح الخير يا ياسمين. صباح الخير، ازيك يا أحمد، أخبارك إيه؟ الحمد لله أنا بخير. طمنيني عليك أنت الأول ياسمين، وألف مبروك. شكرا، الله يبارك فيك، يعني متشكرة جدا. احكي لنا بقى، اكيد مفيش نجاح بيجي بالساهل ودايما بيكون وراه يعني جهد كبير وتعب واصرار، فازاي قدرت ان انت توصلي لللقب ده؟ والله هو تكريم البلد واهتمام مصر يمكن أثر فيا أكتر من اهتمام بصراحة هنا يعني أمريكا. هو كان كل رحلة أنا بشوفها ليها تحدياتها، وأي إنسان بيتعب مشوار صعب زي ما والدتي دايما بتقولي، يعني بتتعبي بتنولي يعني في الآخر. فهو صحيح. مشوار كان صعب شوية طبعا، مع كمان الجائحة والكورونا السنتين اللي فاتوا، من أول ما أنا جيت الولايات في 2019 لحد ما الحمد لله الواحد يعني قدر يوصل، ولو لحاجة بسيطة في الأول كده، وإن شاء الله الخير يبقى أفضل جاي بإذن الله. إن شاء الله. ياسمين، يعني أول حاجة مبروك طبعا، وعايزة أعرف منك رحلتك بقى في تدريب الأبطال في أمريكا، يعني كلمينا عنها أكتر، مشوارك معاهم كان عامل إزاي وبدأتيه إزاي؟ الله يبارك فيكي. أولا أنا جيت لتكساس الولايات المتحدة هنا 2019، آخر 2019، وهو للأسف وطبعا ده قضاء الله وقدره، يعني إنه الكورونا، الجائحة كورونا تقريبا بدأت في مارس 2020. أنا جيت 2019 كطالب دولي، بعمل ماجستير للاحتياجات الخاصة في ولاية تكساس في جامعة اس ام يو، فطلعه كده عادي كبيزي دارس وعايزه اكمل دراستي واهتم اكتر بالموضوع ده، لان انا اوريدي خريجه انت كنت اداب في مصر اسكندريه في بتعملي ايه ناتكس. الاول؟ احكي لنا كده، في مصر الاول كنت بتعملي ايه؟ اوكي، انا خريجه جامعه اسكندريه اداب فوناتكس. احنا اوريدي التخصص بتاعنا بيبقى فوناتكس اكتر تخاطب. بنتخرج تخاطب، مظبوط، تخاطب الاحتياجات الخاصه اوريدي. اول ما اتخرجت سافرت على دبي واشتغلت هناك 10 سنين الامارات المتحده. في مجال سبيشال اديوكيشن، الموضوع اوكي كله مشوار واحد، انا ما غيرتش اي شغل، اي شغل مسار. كله واحد، مسار واحد من اول ما بدات. فسافرت هناك واشتغلت اخصائيه تخاطب لمده سنتين، وبعدين معلم تربيه خاصه في احدى المدارس الدوليه، وبعدين بقيت رئيس قسم تربيه خاصه في المدارس الدوليه دي، وبعدين رجعت 2018 لاسكندريه تاني لمده سنه، بحيث ان انا اقدر اطلع تاني من مصر، لان عرفت ان انا ما اقدرش، بما اني مش مواطنه اماراتيه، ما اقدرش ان انا اطلع كفيزا دارس من الامارات، اقدر اخدها من بلدي بس. فرجعت 2018 اسكندريه لمده سنه اشوف ايه اللي اقدر، ازاي انا ادرس بره، او يعني ايه طالب دولي، او هل ممكن انا اطلع كفيزا دارس ولا هي إيه، فيزا سياحه وبعدين بعملها. فكان في شويه I have to dig deeper، يعني ان انا ايه الانفورميشن اللي انا المفترض الريكوايرمنت المعلومات اللي عشان انت محتاجاها. اجيبها فادرس. فتوصلت ليها وتوصلت الجامعات، وجامعه اهم شيء ان الجامعه بيبقى بتتيح ان هي للطلاب الدوليين، مش كل الجامعات بتقبل بكده، وان يبقى فيها تخصصي، لانه مش كل الجامعات فيها تخصص سبيشال اديوكيشن. صحيح. فجامعه هنا في دالاس وافقت وبعتت لي الاي 20 وخدت فيزا دارس وطلعت من اسكندريه، وده الكلام ده في 2019، وبدات بقى رحله الماجستير. اتجاهي كله كان فقط الماجستير، انا اوريدي قبل ما بالتزامن مع الدراسه التاريخي الاول القديم ان انا بطله مصر مسافات طويله سباحه اوريدي، واعتزلت 2006 بعد بطوله نعم. العالم لما رجعنا من فرنسا منتخب مصر.
فقررت ان انت تخوضي في هذا المجال وتعلمي اجيال بقى من ذوي الاحتياجات الخاصه. انا كنت عايزه اعمل حاجه بين الدمج، يعني بين دراستي وفي نفس الوقت انت تالنتد مثلا او كويس اقدر اقول نوعا ما كسباحه، فاوكي طب انا اقدر ازاي ياسمين زي ما بخدمهم في المجال التعليمي اخدم في المجال الرياضي. نعم ياسمين، انت بتتابعي اللي بيحصل في مصر من حيث الاهتمام بذوي القدرات الخاصه وقادرون باختلاف، معرفش بتتابعي الفعاليات دي ولا لا؟ اكيد طبعا. طيب. اكيد شايفه ازاي ان احنا نطلع جيل ونستفيد من هذه يعني من الاختلاف والتميز اللي موجود عند ذوي الاحتياجات الخاصه، لان اعتقد التعامل مع فئات زي ذوي القدرات الخاصه امر ليس بالهين. ايه اللي احنا نقدر نعمله هنا في مصر علشان نحقق نجاح زي اللي انت حققتيه مع اعضاء فريقك؟ أنا بشوف إنه إحنا قادرين نعمل كل حاجة بصراحة. من بعد تولي الرئيس السيسي أول ما أطلق على عام 2018 قادرون باختلاف، وإن هو عام ذوي القدرات الخاصة، بدأ المنظور يتجه تماما من ناحية التوعية اتجاه الفئة دي من الناس. وما إن إحنا أوريدي أكتر من 12 مليون شخص في مصر عندهم لديه قدرات إعاقة أو لا من ذوي القدرات الخاصة، وبالتبع لأفراد أسرته، فبالتالي إحنا بنتكلم على حوالي 36 مليون مصري لديه يعني من أصحاب الهمم، من ذوي أصحاب الهمم، يعني أكثر من 35% أصلا من تعداد السكان في مصر. صحيح. فالنسبة مش قليلة، وعلشان كده طبعا توجه السيد الرئيس ليها كان شيء هايل جدا، ومش بس انا شفته في مجال الرياضة وقد ايه عندنا نماذج مشرفة في الرياضة، لا ده احنا كمان في الفن وفي التعليم ايضا بيتم دمجهم، عندنا مدارس دمج دلوقتي. بالظبط بالظبط. وبدليل ان انا لما نزلت في 2018 السنه دي انا كنت بشتغل في احدى المدارس الدوليه في اسكندريه. طب برضه سؤالي هنا، ايه اللي بينقصنا؟ يعني هو فعلا الدوله مذكوره عملت خطوات؟ التفرد بس، يعني التخصص، يعني هو اللي بحسه موجود ان وان سايز كان نوت فيت اول، احنا دايما بنقول كده انه ما ينفعش اللي انا بقدر اعمله لطالب معين او لسباح معين من ذوي القدرات الخاصه يقدر يمشي مع سباح اخر من ذوي القدرات الخاصه. كل واحد بيتفرد بفروقه الفرديه او باحتياجاته اللي هو محتاجها، السيفيريتي او نقدر نقول شده الاعاقه مختلفه، اللي عنده اعاقه بصريه غير اللي عنده اعاقه جسديه او سلوك معرفي مختلف شويه، يعني زي التوحد او الداون، مش هو اللي بيتعامل بيه. حتى لو اتكلمنا على المسابقات الدولية للسباحة، لو هنتكلم على السباحة على سبيل المثال، كل إعاقة ليها طريقة اللعب المختلفة ليها أو تصنيف مختلف ليها. طيب بالزبط. أنا حابة أتكلم معاكي عنك أنت أكتر كمان، وحابة أتكلم عن الفريق تاني، يعني خليني أرجع عن الفريق وإزاي أنت رحلتك معاهم ومشوارك معاهم كان عامل إزاي؟ أنا بعد ما خلصت الماجستير دايركت، بما إن اللي كانت الكوفيد زي هنا يونايتد ستيتس أو حتى في مصر كل المجال الرياضي كان واقف، وكان بيحصل نوع من التدريبات أون أند أوف، وطبعا تو سويمرز بس في اللين، يعني الحارة واحدة بيبقى فيها بس فقط سباحين اتنين. العدد كان قليل، كان في تخوف من الناس إن هم يرجعوا يعوموا تاني، وفي بريكوشنز كتير قوي، تحذيرات كده أو إجراءات احترازية بالنسبة للسباحة، ما كانش الموضوع سهل جدا. وبالتالي انا عايزه اكوتش، وهنا الموضوع بيمشي زي ما قلت حضرتك التفرد، فلازم تبقي كوتش معتمد في السباحه، يعني كوني انا خدت ماجستير اوريدي وتخرجت بقى لي سنه بالظبط من مايو 2021 كان تخرجي، ده في المجال الاكاديمي، ولكن في المجال الرياضي انت مجرد سباحه سابقه. فكان في عباره عن لازم تاخدي تدريبات معينه واختبارات عشان تكوني سيرتيفايد كوتش. انت عامه شاركتي مع منتخب مصر في كنت سباحه مسافات طويله كمان، كنت بطله يعني. مظبوط يا فندم، مظبوط يا فندم، بس ده كان زمان مش دلوقتي. 2006 كان اعتزالي واستكملت طبعا بس كسباحه في الماسترز، ولعبت باسم نادي سموحة في فريق الرواد أو الأساتذة أو الماستر لما رجعت مصر، وللرواد لما كنت في دبي. بتمارسي عادي الرياضة ليكي أنتي،
بس مش للفئة الأولاد دول. كنت بدرب تطوعي كفولنتيرينج في الإمارات لأنه أكترهم كسباحة أولاد مش بنات في الإمارات. ولما رجعت اسكندرية في نادي سموحة وبقيت بعوم للماسترز، لاحظت أنه في فريق أصحاب الهمم في الحارة اللي جنبي بيعوموا، ومنها سباحة دينا طارق. اشتركت في حاجات كتيره جدا، يعني وحصلت اكيد على حاجات اكيد يا كتيره ياسمين جدا. انا في فرحانه تفاصيل جدا. كتيره قوي انت مريتي بيها، ومش هنكتفي، احنا طماعين شويه يعني، فمش هنكتفي بوجودك معانا زوم. ان شاء الله اول ما ترجعي لبلدك بقى لمصر تكوني ضيفه معانا في صباح الخير يا مصر، واكيد اللي انت وصلتي له ده بيزود الحمل اكبر عليكي عشان الحفاظ على النجاح هو امر ليس بالهين. ياسمين امين اول سباحه مصريه وعربيه تفوز بجائزه العالم لتدريب ذوي القدرات بامريكا، بنشكرك على وجودك معانا في صباح الخير.